وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبيه، وبنتكلم في موضوع مهم جدا. مفيش عيله تقريبا في مصر ما فيهاش مريض سكر. 11 مليون مصري مصاب بمرض السكر، رقم كبير. ربنا يشفيهم ويعافيهم ويعافينا يا رب. وطبعا شهر رمضان هو الموسم بالنسبه لمرضى السكر، صيام فتره طويله طول النهار، وبعدين تدخل كميه اكل فجاه في فتره قصيره بين الفطار والسحور، ده غير الحلويات والسكريات والكنافه والقطايف والجلاش والعصاير، كوارث طبعا. وعلشان كده لازم يبقى لينا وقفه توعيه بمناسبه رمضان. برحب بضيفتي استاذه دكتوره نهى جابر، استاذ مساعد واستشاري الامراض الباطنه والسكر، كليه الطب جامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبه قلبي. اهلا بحضرتك، نورتينا بالدعاء. سعيده ان انا مع حضراتكم النهارده، واشكركم على الدعوه وحسن الضيافه في بيت دعاء. اهلا وسهلا يا حبيبتي. طبعا مرض السكر مرض منتشر جدا، والرقم اللي احنا قلناه يعني رقم برضو كبير، ان يبقى فيه 11 مليون مصري مصاب بمرض السكر، او حتى هم دول اللي عارفين ان عندهم سكر. صحيح. صحيح، مرض السكر زي ما حضرتك قلتي مرض منتشر، ويمكن مصطلح مرض السكر ده مصطلح واسع قوي، لان احنا عندنا كذا نوع من مرض السكر. وانا ما بحبش اقول كلمه مرض السكري، يعني بنحب نسميها الاصحاب او المصاحبين للسكري او المصابين بالسكري. في اكتر من نوع، ولكن اكترهم انتشارا او معروفين بالنسبه لنا هما نوعين. النوع الاول ده بيبقى غالبا في الاطفال او في المراهقين او البالغين سنهم صغير، ولكن دلوقتي بقينا بنشوفهم في كبار السن كمان، وده بيبقى جاي بصوره مفاجاه او بصوره حاده، وده بيحتاج علاجه على طول انسولين مدى الحياه، ويبقى فيه متابعه مستمر. النوع الثاني وهو حوالي 90% الاكثر انتشارا وشيوعا، وده بيبقى له علاقه مباشره بزياده الوزن، بنمط حياه غير صحي، وبيكون منتشر في العائلات، وده اللي تعداده في ازدياد باستمرار. يمكن زمان كنا نشوفه في الكبار السن بس، دلوقتي حتى مع نمط الحياه غير الصحي بقينا بنشوفه في الصغيرين جايين عندهم سكر من النوع الثاني. والنوع الثاني له ميزه ان ممكن الكشف عنه بشكل مبكر، فحص مبكر او السكريننج. يعني لو شخص عنده عوامل خطورة الإصابة بالنوع الثاني، وزن زايد، تاريخ وراثي في العيلة، كان في تاريخ سكر حمل مثلا قبل كده، ده بننصحه أنه هو على الأقل مرة كل سنة يتابع يشوف فيه سكر ولا لأ. لأن حتى لو ما جاش سكر بس لقى الأرقام بتاعته أعلى شوية من الطبيعي، دخل في حيز ما يعرف بما قبل السكري، أو عنده استعداد يجيله سكر. وده مهم جدا بالنسبة لنا، لأن دي فترة ممكن يبقى فيها تدخل عشان نمنع أو نأخر حدوث السكر من النوع الثاني ومضاعفات اللي مرتبطه بيه بشكل كبير. طيب دلوقتي رمضان على الابواب، ورمضان يعني بيخوف مرضى السكر شويه، هم عايزين يصوموا وفي نفس الوقت ممكن يتعبوا مثلا. لازم يعني يعني الدكتور كل واحد فيهم يتابع مع الطبيب، والدكتور اللي يقوله له هو ده اللي يمشي عليه. تمام، كل سنه وحضرتك طيبه الاول، طيبة وكلكم بخير، ورمضان يعني يعود علينا بالخير جميعا باذن الله. يعني نحب نطمن اغلبيه مصاحبين او المصابين بالسكري ان السكر في حد ذاته مش مانع ابدا ان احنا نصوم شهر رمضان، بالعكس احنا عايزين نستغل فرصه شهر رمضان عشان الناس تبدا تتابع السكر بتاعها، ونستغل الروحانيات والطاقه الايجابيه البوزيتيف انرجي اللي شهر رمضان بيديها، علشان الاشخاص يرجعوا لنمط حياه صحي، يبدا ياكل اكل صحي قدر الامكان، ما نشوفش بقى العادات اللي هي مش مظبوطه اللي ممكن تحصل، ويبقى فيه ينزل يروح يصلي في الجامع او المسجد، ينزل يتمشى بعد ما يفطر، يشرب ميه كويس، يعني في نمط صحي ممكن نستغله كويس جدا. وعلى فكره الدراسات اجمعت ان الشخص اللي المصاحب للسكر اللي قبل رمضان بيظبط سكره، واثناء شهر الكريم يظبط سكره ويمشي على نصايح الطبيب ليه، ده بالعكس ده بعد رمضان بيستفيد من ظبط السكر، يبقى في نمط صحي، ممكن بعضهم بيقل في الوزن كمان، فدي فرصه كويسه قاعدين نستغلها. ولكن ما ننساش ان احنا بنخاف على بعض المرضى من ايه؟ ان يكون داخل صيام، هيبدا الصيام وهو سكره اصلا مش مظبوط، فده هيعرضه لو السكر بيرتفع باستمرار هيعرضه مع نقص بقى الميه ان يدخل في مرحله جفاف، وده ممكن يزود عنده فرصه احساس تجلط في الدم، خاصه لو هو اصلا مريض قلب او عنده استعداد لهذا، فده يخلي باله، يبقى ده ينظم قبل ما يبدا شهر رمضان. وبالعكس لو شخص بيجيله هبوط متكرر بنخاف عليه من الصيام، لو فضل على نفس الجرعات اللي مش مناسبه ليه او بعض الادويه اللي مش مناسبه ليه. ودلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا
ادويه للسكر سواء في الاقراص او الانسولين، كتير منها يمكن ما بنشوفش معاها هبوط سكري، وبقى في طرق جديده لمتابعه السكر سواء بالاجهزه اللي في البيت او ان الشخص بيركب حاجه اسمها كونتينوس جلوكوز مونيتورنج سيستم او CGMS، ده بقى زي سنسور او حساس كده تحت الجلد من غير ما العيان ما بيتشكشك ويتابع كل شويه، يقدر يعمل سكان كده ويقيس سكره ويعمل كيرفز ونشوف متابعه السكر او اذا كان في نمط او باترن معين ممكن ندخل ونصلحه، وده مفيد جدا خاصه للمرضى او الاصحاب السكري النوع الاول. دلوقتي بقينا بنشوف بعض منهم سكره مظبوط وبيقدر دلوقتي فعلا لو ظبط نفسه قبل رمضان ان هو يقدر يكمل شهر رمضان على خير. فالسكر في حد ذاته مش مشكله في الصيام، مشكله لو مش مظبوط لان ده هيعرضه لمشاكل، ولو معاه حاجه تانيه خطر على الصيام زي مريض قلب غير مستقر، لان في كتير مرضى قلب مستقر وبيقدروا يصوم، مريض قلب غير مستقر بيتعرض لجلطات باستمرار ده ممكن طبيب القلب ينصحه بعدم الصيام. مريض كلى وحالته شديده يعني بيغسل او في ريبليسمنت بشكل ما، ده برضه دكتور الكلى ممكن ينصحه ما يصومش. فدي في الحاله دي ما هو معاه رخصه ان هو ما يصومش، لازم يستغل الرخصه دي للصالح، لان المنطق يقول ان مش ممكن يكون في حاجه من الشعائر الدينيه تاذي الانسان، فهو ده لو صام ساعتها على عكس نصيحه الطبيب كده يؤذي نفسه، وده يعني ممنوع وما نحبش، بيبقى الناس زعلانه بس ده الصح. لكن في غير الحالات الامنه المستقره من ناحيه السكر مرحب بيهم ان هم يصوموا بس يكون ظابط سكره قبل ما يبدا شهر رمضان. ايه المعلومات اللي مريض السكر المفروض يكون عارفها كويس؟ المعلومات اللي مريض السكر يكون عارفها كويس ان هو يبقى عارف ازاي يتابع السكر بتاعه، يعني امتى اقول سكري مظبوط، لان في بعض الناس لما يتشخصوا بالسكر يكون رقم سكر بسيط ويقول لا انا مش هاخد علاج، انا هنظم اكلي او انا بحس بنفسي. لا، السكر عندنا بيعتمد بالاصل على المتابعه سواء في المعمل او المراقبه الذاتيه. بمعنى ايه؟ في ارقام واضحه محدده، يعني بنبقى عايزين السكر الصايم للاغلبيه للعموم ما يزيدش عن 130، اللي بعد الاكل بساعتين ما يزيدش عن 180، لما يتابع كل 3 شهور سكره التراكمي يكون اقل من 7، يبقى دي ممكن يبقى فعلا اشخاص ارقامهم اعلى ومش حاسين باي اعراض، لازم متابعه علشان لو في ارقام تملي او باستمرار اعلى من الارقام دي يبقى دي محتاج تاني يتابع الطبيب ويعدل او يغير خطه العلاج. دي ارقام في العموم، ان ساعات في بعض الحالات الاستثنائيه ممكن الدكتور ينصحه لا سيب رقم سكر اعلى شويه ده امن ليك، سبيشلي او خاصه في الاشخاص اللي بيجي لهم هبوط سكري كتير وهم مش بيحسوا لما يجي له نبض هبوط سكري، مش بيحس باعراض ضربات القلب السريعه والعرق السائع والرعشه، الاعراض اللي احنا لازم نعلمها للاشخاص المصاحبين للسكر عشان يعرف ينقذ نفسه او يلحق نفسه. يبقى دي حاجات لازم مهم اي حد عنده سكر يكون عارف ازاي يتابع السكر بتاعه، امتى يبدا يذهب للطبيب بتاعه سواء لمتابعه الارقام وتعديل العلاج او حتى الفحص المبكر لمضاعفات السكر، يعني مره كل سنه يروح عند دكتور العيون يعمل فحص قاعين يطمن على وظائف الكلى، يعمل فحص الاعصاب ويطمن ان مفيش اعراض او بوادر او خطر الخاص بقدم السكري. يبقى دي حاجات بنعلمها ونقولها للاشخاص المصابين بالسكر. ايه بقى مضاعفات مرضى السكر اللي ممكن يعني يقلقوا منها؟ في مضاعفات حاده زي هبوط مفاجئ للسكر، ودي غالبا بتبقى نتيجه يا اما بياخد دواء مش مناسبه ليه او طريقه اخذ الدواء مش مناسبه او هو ما بيتابعش سكره او يعني محتاجه يعني بالتعديل دي ممكن تختفي تماما يعني في اغلبيه الناس، او يكون السكر بيعلى قوي ما بياخدش جرعات بيسيب جرعه، في ناس كتير بتيجي مثلا في رمضان ما تاخدش جرعه السحور عشان خايف انه يهبط فيقوم سكره تاني يوم 300 400 يبقى في جفاف ويتعب، فدي المضاعفات الحادة. في المضاعفات على طويلة المدى اللي هي بقى زي ما بنقول لما السكر ينتظم من بدري ده بيقعد ايه؟ بيقعد في الحصالة او بيقعد في ايه؟ في حساب الشخص يمنع او يأخر حدوث المضاعفات الخاصة بالقلب والشرايين عامة، الجلطات دي كلها حاجات خاصة بمضاعفات طويلة المدى، زائد المضاعفات الأخرى الخاصة برقم السكر بشكل كبير زي العين و الكلى والاعصاب الطرفيه، فدي بنحب ان احنا ندور عليها قبل ما تحصل، يبقى مره كل سنه لازم هو من نفسه يروح يتابعها في السكر من نوع التاني يوم ما يتشخص ان انا مش عارفه ممكن يكون عنده سكر بقاله سنين طويله هو مش واخد باله، على عكس السكر من النوع الاول بيجي واضح وصريح، فبنبدا ندور على مضاعفات من بعد من 3 لـ5 سنين في الاشخاص دول. فدي عامه المضاعفات اللي لازم نخلي بالنا عليها، واحنا ما بنعالجش السكر بس، احنا لازم نخلي بالي من السكر ولو في ضغط ياخد علاج ضغط،
لو في ارتفاع كوليسترول ياخد أدوية عشان ينزل نسبة الكوليسترول، وحتى لو كوليسترول كويس لازم ياخد أدوية عشان تحافظ على سلامة الشرايين. فنلتزم بالايه بالعلاجات كلها، بنعمل يعني مالتي فاكتوريال ابروتش، او كل المخاطر اللي معرض ليها لازم كلها في نفس الوقت يبقى الشخص متابعها مع الطبيب بتاعه. ازاي مريض السكر يعرف ان سكره مظبوط؟ بالمتابعه الذاتيه، سواء في البيت بالجهاز او بالسي جي ام اس، او هيتابع في المعمل، حسب تختلف بقى من شخص لاخر. يعني لو شخص على انسولين بجرعات كتيره يبقى ده لازم يحتاج في اليوم يتابع اكتر من مره، ممكن نوصل لسبع او تسع مرات كمان. لكن لو شخص بياخد اقراص حسب حالته، حسب الاقراص بتاعته، هل ممكن تعرضه لهبوط ولا لا، هل سكره منتظم ولا لا، يبقى دي فيها اختلافات كتير حسب نوع السكر اللي عند الشخص. طيب احنا زي ما قلنا احنا داخلين على رمضان، كتير بقى من امهاتنا وابائنا الكبار في السن ممكن يكون عندهم السكر، والدكتور يقول لهم لازم تفطروا في رمضان، انت حالتك ما ينفعش انك تصوم، بس هم ايه بيصعب عليهم وايه ما بيسمعوش الكلام. نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان دي رخصه ربنا مديها لنا، ان لو في حاله مرضيه او الصيام هيزيني او هيتعب صحتي او هيتعب كمان اللي حواليا، هو مش هيبقى اذى بس للشخص المصاب، هيبقى للي حواليه، فدي رخصه وده يعني رزق حد تاني، انت هتبقى سبب ان هو يوصل له افطار، فما نزعلش لان ده يعني امر ربنا ورخصه هو مديها لنا. دي حاجه. والحاجه التانيه اللي عايزه اقولها لكبار السن بالذات اللي هيصوموا باذن الله، لو اي وقت حسيت ان انت تعبان مش قادر تصوم، سواء سكر عالي او سواء سكر منخفض او جات حاجه تانيه، دور برد دور سخونيه، بلاش نعاند وناخد الرخصه ان احنا نفطر ونبقى نعوضها بعدين اذا كان في مقدره لحاجه زي كده. لكن اللي بنخاف منه ان يكون حد فيه هبوط سكر وحاسس باعراض الهبوط السكر ويقول لك ده فاضل على الاذان نص ساعه او ساعه، خساره ان انا اخسر اليوم وان انا افطر، طب انا هدخل انام شويه. لو حصل ده انت ساعتها لا هتقدر تلحق نفسك ولا حد هيقدر يلحقك، لان تبقى حاجه متعبه وبنشوف في اخر وقت الفطار بعض المشاكل في حاجه زي كده. فيبقى عندنا الوعي الكامل ونبقى مش زعلانين ان ده رخصه واحنا من حقنا، وان الله يحب ان ايه تقطع رخصه كما تحب ان تقطع عزائمه، فبالتالي دي حاجه يعني نستفيد منها من غير ما نبقى زعلانين. طيب هو رمضان مختلف عن باقي الشهور، ازاي مريض السكر يتابع السكر بتاعه في رمضان؟ تمام. متابعه السكر في رمضان تبدا من قبل رمضان، يعني لو حد سكره مش مظبوط او بيجي له هبوط كتير ما استناش لما ابدا رمضان والصيام واتعب وبعد كده اروح للطبيب بتاعي، يبقى في فحص قبل شهر رمضان عشان تقييم الموقف، وممكن نغير بعض العلاجات ولو حتى بشكل مؤقت من انواع انسولين او اقراص تعمل او تعرضه لهبوط لانواع تانية ما تعرضوش لهبوط، يبقى عارف من طبيبه امتى يحلل السكر. فبالذات اول يومين ثلاثه لازم يتابع السكر بتاعه، يعملش مجهود زياده، يشوف سكره اول ما يصحى من النوم ويشوف سكره قبل المدفع بساعه، لان ده متوقع هيكون ايه اقل رقم وصل فيه للسكر، فلو لقى الارقام بتاعته تميل للهبوط يبقى ده مؤشر ان انا اقلل جرعه العلاج بتاعي شويه بعد استشاره الطبيب. ولو لقى بالعكس ارقام السكر عاليه يبقى ده هيحتاج ان هو يعدل او الجرعات بتاعته بعد استشاره الطبيب. فده بالتالي اهم حاجه ان انا ابقى عارف ما اعملش مجهود زياده واتابع سكري كويس، وبلاش الرياضه قبل فتره الايه الافطار، يعني هعمل رياضه بعد ما افطر، نشجع الناس انها تنزل تصلي صلاه التراويح وتتمشى شويه وتشرب ميه كويس في فتره ما بين الفطار وما بين السحور عشان يعوض حرمانه من الميه اثناء فتره الصيام. اذا كان هياكل حاجه سكريات وده طبيعي هياخد حاجه مسكره، نعتمد اكتر على الفاكهه، ولو سكره كويس ممكن ياخد حاجات بسيطه يدوق بس يشارك الايه الاسره في الايه، يعني ما يحرمش نفسه بس لا يكسر او لا يفرط في الايه في الحلويات عشان ما يتعبش وما يقدرش يكمل الصيام تاني يوم. مهم قوي وجبه السحور زي السنه انها ناخرها وما يستغناش عنها، بالعكس مفيش حاجه اسمها اصل انا ما بتسحرش او مثلا الساعه 12 باكل وانام، لا، وجبه السحور دي وجبه كامله لازم يكون فيها نشويات طويله المدى تقعد معانا، نبعد عن المشروبات الغازيه وعن العصاير وعن الحلويات بشكل عام، ممكن ياخد فاكهه ياخد تمر ياخد موز، يبقى ياخد حاجات تديله احتياجه من السكريات من غير ما تضر بالسكر بتاعه. طيب نصيحه اخيره لمرضى السكر ويظبطوا ازاي نمط حياتهم في شهر رمضان. يعني نصيحه اخيره يعني ناخد الرخصه اذا كنا حالتنا لا تسمح ان احنا نصوم، دي نمره واحد.
لو هنصوم نتابع سكرنا اثناء فتره الصيام زي ما الدكتور بتاعنا او الطبيب المعالج بينصحنا. والحاجه الثالثه فرصه كويسه قوي شهر رمضان بالطاقه الايجابيه اللي فيه نظبط الاكل ونعمل رياضه ونستفيد من الدعم الاسري الموجود خلال الشهر الكريم. وكل سنه وحضراتكم بالف خير. بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه، ربنا يكرمك كل سنه وانت طيبه. ميرسي، شكرا. بشكركم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.